السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كاميرا كاشي تاعنا لنا اليوم تأتيكم من ولاية عنابة. راح نشوفوا ردود أفعال مختلفة ومتنوعة في مقلبنا لنا اليوم. بدون إطالة تابعوا معنا. أنا وصلت، أنا في عنابة. الو وينك وينك؟ أنا في سنكلو هنا. قل لي وشك لابس وشك لابس؟ أنا لابس جيلي كحلة وشرفت مو حمراء ولابس تيان أحمر. أرواح كانك راشد أرواح. هاني هنا انا درامي اللي ديتهم لي التليفون. هادي ها سيدي يهضر لك في التليفون. كنت تهضر مع السيد قال لك انت كنت نهضر معاك لابس جيلي. راه هارق انا لك هادي كنت نهضر معاك. اصبر قلت لي ما تقلق ما والو خويا. والسيد انا اسمع فيه قال لك اللي لابس تيان حمراء. انت كنت تهضر معاك غلقتو سرقت لي التليفون. عطاني دوك تليفوني. ايه مانيش نضحك. ايه راك غلط. لا وك لابس تيان وك لابس جيلي كحل. سمعت السيد كي كان يهضر له سمعت سمعت رانا في سانكلو ولا هنايا؟ ايه رانا في سانكلو. ايه مانيش غلط. عيط لي. التليفون اللي كان يهضر معايا اللي كنت تهضر معايا دوكا به. ياك راك غلط راشد وشبيك. شحال خاطر؟ شحال مرتاح؟ 21 47 اخو ما تقاعدش بيا. عطاني تشو دراهمي خير ما ندور عليك الناس اللي هنايا. عطاني دراهمي اللي نسيتهم في الطاكسي وتليفوني. عطاني تليفوني ودراهمي اللي جاي من الجزائر. عطاني نهضر معاك واش بيه. كيفاش قلت لك راك غلط. فاش راني غلط؟ اكلا بالجيلي كحل هذا وين قلت له سيدي درو كان يهضر معاك قال لك واش راني لابس واش راني لابس. انا نسمع فيه بودني ماشي نقول لك منا ولا منا. بصح واش راك لابس انت؟ يا وسي دوك انت قلت لي اني لابس جيلي. دوك انت قلت لي اني لابس جيلي. اسمع نتقلق او داي لي تليفوني ودراهمي. نتقلق يا راشد راك غلط. مانيش غلط والله لا راك غلط. تيان وجيلي هذا وين قلت لي لابس تيان وجيلي ولا خفت ملي كي شتني؟ انا قلت لك ساعه وين راه مبروك انا عندي هذا وين عيط لك ماشي عندك. شوف النواف نبدي مين على بالك ماشي هذا هو تليفوني. ماشي هذا هو تليفوني. عطاني دوك تليفوني دوك نعيط لولاد خالتي هم يسكنوا لهنا. هم يسكنوا لهنا ولاد خالتي دوك نبدا نعيط بالواحد. راني نحكي راني نتمسخر. عطاني دراهمي. روح ليا بلا ولا يجيك يا راجل. هذا اللي كان يهضر وقيله ها راه السيد اللي كان يهضر وراهولي جي اللي كان عامل نواضر هذاك السمين هذا. وشنو؟ هذاك السمين ها اللي راه يتصور هذا. عاود عيط. وراه عاود عيط. شوف فما مغلوق ان الرقم الذي شكلته خاطئ. حق قاعد بيا. عطاني شو دراهم. عطاني دراهم وتليفوني. عطاني دراهمي وتليفوني. تفهم كلمتك غلط ولا ما تفهمش؟ مانيش غلط. انت كلاب وش كلاب او لابس جيلي. اروح هذا هو. دقيقة معليش. شوف دقيقة وش يا خويا؟ مروان هضر معاك. وش تهضر معايا؟ وش تهضر معايا؟ ما عنديش. عيط لك شنو عينيتي؟ ما عنديش لي يا اخو فهموني. انت دوكا اللي هضرت معايا ولا هو؟ واش هضرت مع من؟ ما هضرت مع حتى واحد. انا دركا من جهاد. افتح تليفونك صافي. دركا من جهاد عاود نفتح تليفون. شكون؟ كيف جاني واحد يعيط لي يقول لي واحد فتح تليفون حل تليفون واش بيك هذا؟ كيف نعيط لك؟ ما عنديش كريديبل ما نعرفك اخويا بنعيط لك انا. شو واحد معدي تقول له عيط لي نورمال انت؟ ما عنديش لي زينيدي ما عيط لك. عيط ليش؟ دوكا ادرك غلطه. ورا اللي لابس الجيلي هو ولا انت؟ واش اللي الجيلي هاني لابس جيلي ولابس تيان حمراء ولابس كلشي احمر. هذا وين قلت لي راني هنا. واش خاصك انت؟ عطاني تليفوني ودراهمي. عطاني تليفوني ما شفتش انا شكون سرقني. ورا تليفونك. تليفوني ودراهمي. مشكي يا خويا. ما نشكيش عطاني دوكا دراهمي. هذا وين عيط لك في التليفون؟ كي داير اخويا مليحه؟ عيط شو ولاد خالتي. عيط له راني في لاكورنيش دوك تهبطوا لي. راني لقيت شكون دا لي دراهمي وتليفوني. في حياتي ما سرقتش حاجه. في حياتي مازال ما سرقتش حاجه. لا باش في حياتي مازال ما سرقت حاجه. سيد عبي باصي بيا انا قال لك عيط لك في تليفون ولا ما فهمتش. جيلي قال لك واش راه لابس ومنا ودار. ما شفت كيف عيطنا له قاعد يتهرب هو؟ اي هو. وعلاك يعيط انا وتليفوني مفتوح. زيد تفتشني فتش على روحك.
حاب تشوف زعما عيطنا لك بهذا النيميرو زيد تشوف بدير ندير معك حاجه هو اللي سرقناك بندير معك حاجه مليحه نروحو نشتكو بيك اشكي بهذا النيميرو النيميرو تاعي هذا اشكي اروح اروح دقيقه سيبو نروحو دوكا نروحو نشتكيو هيا نمشيو نروحو نشتكيو منا يا بوليس يا حسرة ها كاميرا مخفيه بارك الله فيكم يفوت الصحة والهنا ورا على باب لينا صحة رمضانكم صحة رمضانكم كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت ردود أفعال مختلفة نروحوا للمقلب الثاني مقلب واعر بزاف إيماجيني تكون تمشي في الطريق في أمان الله يجي لك شخص يقول لك الفيستا اللي راك لابسها تاعي سرقوها لي من شير تبعوا معنا كيفاش تكون ردود الافعال الفيستا تاعي سرقوها لي من الحبل تاع نشير ولازم اليوم نلقاه اليوم نلقاه ربي يجيب الخير في الحالات تاع نهار اليوم شوفوا معنا دقيقه اخذ الفيستا منين جبتها الفيستا هذه منين جبتها سرقوها لنا غير كيما منشير على بالك يا خو دقيقه نسقسيك معليش نسقسيك خو نسقسيك على الفيستا يا خو مين جبتها لا تاع خدمه يا نخدم بها انا والله كانت هدنا نخدم البستا يا اخت هذه كيما سرقوا لنا وحده اختها منشير وين تكون هذه باب الواد انا هاي دار العمارة ايه نسكنو بروميير ايطاج دوانا منشار ايه يا اخو والله علاه نحيان مدانا ايش هي دوكيلة تاعي اعطيها لي يا اخو ديجا انا ماشي تاعك لا خاطر سلاز وين شريتها؟ ما شريتهاش انا كي ماشيتها سمك زيد تقول لي بلي تاعي اخويا انت سرقوها لك دبر راسك يا وش نقول لك بصح لقيتها لقيتها يا اخو غير نحيها واعطيها لي الله يستر هذه عزيزة لي هذه الفيستا ضحكني العزيز حق ربي يا سيب لها قبيلة كاش عزيزة عليك هادي عزيزة علي هبطها لي واحد عزيزة علي اعطيها لي الله يرضى عليك خير ما نعيط لها بوليس عيط لهم خويا العزيز كي عيط لها بوليس هكا عيط لهم انا نعيط لهم انت تروح عيط لهم يا راني هنا معاك عيط لهم دوك نصورك وانا على بالي كيفاش نشتكي ها؟ لا بوليس جايين حكم لك الملح ها ها عيطت لهم عيطت لهم انا يا خويا خاطي قلت له بوليس جايين براسك يا يا لا زيد لهم هاي الكروسه يعني الكروسه هاي اللي كنت احلى عندك الكروسه وزيد دي فيستات منشار عندك الكروسه وتدي فيستات منشار هاد الفيستا شحال العزيز هبطوها لي ما شريتهاش اما قبيك ما طيحتها وجني نخلصك بالدو بالبيا وهادي ماشي تاعك العزيز وزيد لا بوليس راني في الكروسه اعطيها لي يا خويا راني صابر راني في الكروسه نصبر معاك هنايا لا لا ما عرفت سارق بون الله يا اخو نصورك صورني نصورك باش نديها لابوليس واش نصورك هادي ماشي شاهد عليها علاه علاه كاش صورني نصورك باللي انت لابس فيستاتي عندك ايفون في التلفزيون نصورو باش تبعتها لي من بعد عندي 13 برو ماكس خو يا راه صورني نصورك بصح نشتكي بيك خو اشكي مصعب باش كي تكتب شكي باش من نصورك وحدك ما نصورش معاك واش ما تصورش معاك على خاطرش ديجا انت اصلا راك تتصور انا اللي نصور هاي لك الكاميرا صحة رمضانكم وصحة فطوركم تعطينيش فيستاتي